بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة هناك تساؤلات عن اتفاق العلا في المملكة العربية السعودية. هذا الاتفاق في الحقيقة هو أثار تساؤلات كثيرة بين الشعوب العربية، وبالتحديد الشعوب العربية المعنية بهذا الاتفاق أو المعنية بهذه المصالحة التي يزعمون أنها قد تمت بموجب اتفاق العلا. خلينا الأول نطرح الأسئلة التي وردت إلي أو التي تتبادر إلى ذهن كل الشعوب العربية المعنية بهذه المصالحة المسمى بالمصالحة الخليجية. من التساؤلات مثلا، طبعا أنا أطرح التساؤلات الأول وأحاول أنقل لكم تصوري ووجهة نظري في هذا الاتفاق والجوانب الغامضة في هذا الاتفاق. من التساؤلات مثلا يقولون إن كيف أن هذه الدول الأربعة المتحالفة قاطعت قطر بناء عن أسباب، وهذه الأسباب تم من خلالها أو بسببها مقاطعة قطر من الدول الأربعة. ثم بعد ذلك عندما تكلموا عن المصالحة فاشترطت هذه الدول الأربعة 13 شرطا لإتمام المصالحة، يعني 13 شرطا هي شرط للمصالحة مع قطر. طيب، حصل الاتفاق، وخلينا نتفق أن هذا الاتفاق المخفي منه أكثر بكثير جدا من المعلن. يعني مثلا المعلن من هذا الاتفاق اللي تعلن للناس اللي هو فتح الحدود البحرية والجوية والبحرية بالنسبة للمملكة العربية السعودية ثم الإمارات بعد ذلك، ده المعلن. في ناس بتتكلم على أن ممكن تكون فيه اتفاقات سرية ولم يعلن عن التزام قطر بمطالب، بلاش أقول شروط عشان نخفف حدة اللهجة، بمطالب الدول الأربعة شريطة لرجوع العلاقات والمصالحة. لم يعلن عن التزام قطر أو موافقة قطر على هذه المطالب للعلن. طيب قلنا ممكن تكون المطالب دي يعني سرية حفظا لما وجه قطر، وعلشان ميبقاش في ضغط إعلامي والكلام ده كله، فهذه المطالب سوف تنفذ سرا. لكن في الحقيقة خلينا نتفق إن مفيش ولا مطلب من هذه المطالب قد نفذ لا سرا ولا علنا، بل أعلن من هذا الاتفاق، أعلن بفتح الحدود والأجواء السعودية الإماراتية بينهما وبين قطير. فتساءل المواطن وكلنا تساءلنا، ما الذي حدث في هذا الاتفاق؟ هل هو اتفاق بالفعل أم ماذا؟ الأمر الآخر الذي يثبته الواقع، يعني أنا أقول لكم هذا من الواقع. إيه الواقع؟ الواقع أن الجزيرة ما زالت تهاجم الدول الأربعة، ما زالت الجزيرة وأذنابها الإعلامية في داخل قطر أو خارج قطر والجرائد والمجلات والصحف عموما ما زالت تهاجم الدول الأربعة. إذن ما فائدة هذا الاتفاق؟ أو يعني ماذا جنينا من وراء هذا الاتفاق؟ لسه قطع الجزيرة عاملة تقرير عن الإمارات، تمام، تقرير وأنا عرضته في حلقة قبل كده، عملت تقرير عن طائرة مسيرة سعودية أسقطها الحوثي، عملت تقرير عن حصاد 2020 في مصر وتناول باب موضوع الشعب المصري والخبز والفقر الذي فيه الشعب المصري، تطعن، ما زالت تطعن وما زالت تحرض. طيب في طب أين المصالحة؟ أنا أتساءل معكم، وفي النهاية سوف نحلل هذا ونحاول أن احنا نقرأ هذه الأمور ونحاول أن نبحث عن إجابات منطقية وعقلية، وإجابات يعني يقبلها العقل. فكل هذه التساؤلات تدور في
عقل المواطن العربي خصوصا في الدول المعنية بهذه المصالحة. ما زالت القاعدة التركية موجودة، ما زالت العلاقات التركية القطرية موجودة، ما زالت العلاقات القطرية الإيرانية موجودة. طيب الكلام ده اللي أنا بقوله إيه دليله؟ دليله إن قطر أعلنت أن علاقتها مع تركيا وإيران ستظل قائمة، والمصالحة لن تؤثر على علاقتها مع تركيا وإيران. كمان وزير الخارجية القطري طلع وصرح وقال نحن لم نوقع لا على 13 شرطا ولا غيره، ما فيش شروط احنا وقعنا عليها، وهذه مصالحة بدون شروط. طيب جميل، السؤال اللي بعد كده، طيب اذا كنا قد اشترطنا للمصالحة هذه شروطا 13، فلماذا اصلا طالبنا بهذه الشروط او فرضنا هذه الشروط على قطر نظير المصالحة ورجعنا ولم ينفذ منها شيء ولم نعلن عنها شيء والناس مش عارفة حاجة؟ اعتقد الاسئلة اللي انا سألتها دي اسئلة منطقية جدا وتدور في خلد كل عربي من الدول الاربعة، اسئلة عابرة وكل انسان البسيط هيفكر فيها جدا ويقول ازاي يعني ان ما فيش شروط، احنا اشترطنا شروط وما تنفذتش، طب تمت المصالحة ولا ما تمتش، طب اللي احنا شفناه في العلا ده ايه بالظبط؟ محدش عارف حاجة. قطر ما زالت تدعم الارهاب، ما زالت تمول تركيا في حربها في ليبيا، ما زالت تدعم ايران، ما زالت تدعم الحوثي في اليمن والى اخره والى اخر هذا الكلام. طيب كيف نقرأ المشهد ومحدش قايل لنا معلومات؟ خلينا نتفق الاول على عدة امور وانا هقول لكم دلوقتي تصوري ووجهة نظري ونحاول مع بعض نبحث عن اجابات منطقية وعقلية لا تصطدم بقرار هذا الاتفاق، وايضا تفسر لنا كل التساؤلات اللي احنا سألناها وكل واحد بيسألها. اول حاجة من وجهة نظري ان هذا الاتفاق ليس اتفاق مصالحة، وانما هو اتفاق على المصالحة، يعني طبعا في فرق كبير. يعني هذا اتفاق مبدئي زي مبادئ اتفاق للمصالحة الكبرى، يعني هذا مجرد اتفاق. طيب ايه لازمته؟ اقول لك لازمته ايه. اول يعني فايدة من هذه او اهداف هذا او إيه ما هي اهداف هذا الاتفاق؟ ان قطر تقدم اوراق اعتمادها بحسن النية وتثبت حسن نيتها حتى يعني ترجع عن كل الذي كانت تفعله وتنفذ مطالب الدول ال13، اقصد يعني مطالب الدول التي اشترطتها اللي هي 13 شرطا، وبالتالي تكون المصالحة الحقيقية. والدول الأربعة وقعوا على هذا الاتفاق، فخلينا نتفق ان هذا ليست مصالحة فعلية، وانما هو اتفاق على مبادئ للمصالحة الفعلية. نتفق على كده وبعد كده نروح لحاجة تانية. طبعا بعد النص طلع حلل قال لك ان في ضربة امريكية اسرائيلية محتملة لإيران. انا من الناس وما زلت اعتقد ان امريكا لن تضرب ايران، وهذا طبعا يعني لان ايران انا في وجهة نظري هي حليف استراتيجي قوي جدا جدا في منطقة الشرق الاوسط، في منطقة الخليج العربي بالتحديد، اقوى حليف لامريكا، بل هو حليف لا يعني لا يقل اهمية عن العرب في هذه المنطقة. طيب هل ممكن فعلا في ضربة لإيران؟ أنا قبل ما أن ترامب يعني فرص عودته أو استمراره في الرئاسة يعني تنتهي بما حدث في الأحداث الأخيرة أنتم عارفينها، أنا قلت من بدري يعني أن مفيش ضربة أمريكية لإيران، بس نسأل لك إيه؟ إن ترامب هيضرب إيران عشان خاطر في حالة الحرب الرئيس ما ينفعش يمشي وحتى يستمر في الحكم، وهذه يعني طبعا يعني أنا لا أراها صحيحة، ومن رجع إلى التاريخ يجد إن في حروب استمرت سنين كتيرة زي حرب فيتنام وتعاقبت الرؤساء والحرب شغالة، فده يعني تخرصات وليست حقيقة يعني. هذه واحدة.
أما الأخرى التي أنا يعني استقيت منها رأيي وجهة نظري أن أمريكا كما قلت أن إيران مهمة جدا جدا لأمريكا، هي حليف استراتيجي، وهي خنجر يعني موضوع في خاصرة منطقة الخليج للضغط على دول الخليج لكي يعني يعملوا عملية يعني إرهاب للخليج، وإن إحنا بنمدكم بالسلاح وعقد صفقات السلاح للحماية من إيران، لأن أصلا لو ما فيش عدو زي إيران كده عدو قوي للخليج العربي، الخليج ممكن يعني تبقى إرادته لشراء السلاح قليلة، وأمريكا دولة تاجرة سلاح. كمان أنا قلت قبل كده إن إيران من دول من ضمن الدول الوظيفية التي وظفتها إسرائيل للضغط على العرب بدلا منها، وإن هي يبقى لها أذرع في المنطقة العربية زي مثلا في اليمن، في سوريا، في لبنان، في العراق، وده بيعمل زي يعني كماشة على السعودية بالتحديد، يعني بيضيقوا الخناق على السعودية وهي بمثابة مثلا شد الأطراف، بحيث ان هم يعني يخلوا ان يعني مثلا يخلوا العداء العربي بدل ما هو متجه لإسرائيل يتجه إلى إيران، وطبعا بالتوازي مع تركيا، يعني تركيا وإيران دول بالضبط كده هم العامل اللي بيضغط على العرب، يعني تركيا من الشمال والبحر المتوسط وإيران من ناحية الخليج، ودول الدولتين هما حذاء في قدم أمريكا وإسرائيل، يعني ده وجهة نظري. فهم دول يضغطوا على العرب، فالعرب يبتدوا يلجأوا إلى التحالف مع إسرائيل على مضض وعلى غضاض، يعني هم مش عايزين، بس في بقى زي ما بيقولوا سياسة فن، ممكن إن أنا عدو اليوم ممكن يكون صديق الأمس، وصديق اليوم يبقى عدو الأمس، فاختاروا العدو الأقرب والأقوى والذي يهدد حقيقة على أرض الواقع المصالح العربية، وهو تركيا وإيران، دول أعداء حقيقيين على أرض الواقع، يحتلوا أراضي عربية على أرض الواقع ويهددون الأمة العربية بمشاريعهم التوسعية. مثلا تركيا تتوسع على حساب المنطقة العربية، وإيران تريد التوسع على حساب المنطقة العربية. أما إسرائيل في الوقت الحالي مكتفية بما هي فيه في فلسطين، فليس عدو، هو عدو ثاني أو عدو ثانوي، أما العدو الأولي والحقيقي على أرض الواقع واللي هو يعني يتحرك على الأرض هي إيران وتركيا. فبالطبيعي جدا جدا أنك أنت يعني تقف أو ترضع العدو الذي أمامك الآن، ثم بعد ذلك تتجه للعدو الذي بعده. فالضرورة تقتضي الوقوف أمام إيران وتركيا، وبعدين ستعود إسرائيل اللي هي بمثابة صديقة اليوم ستعود إلى عدوها بعد ذلك، ودي يعني مسألة معروفة. طيب المهم، فطبعا بذهاب مثلا الغواصة النووية جورجيا في الخليج، وأيضا غواصة إسرائيلية راحت الخليج، وطبعا الشكل والوضع العام يتهيأ للبعض أن فعلا أمريكا قادمة على ضرب إيران. في بعض الناس يقول لك لا، زي واحد زي انا كده يعني يقول لك لا، امريكا مش هتضرب ايران ابدا لان ايران مهمه جدا جدا في الخليج، حليف كحليف لامريكا في الباطن ولكن في الظاهر هم يعني يقولون نحن الموت لامريكا والى اخر هذا الكلام، وكل ده يشهد والوقائع تشهد. حتى الان لم يدرجوا مثلا حزب الله على قائمه الارهاب او الحوثي، واخد بالك؟ المهم فيقول لك لا مش هيضربها. طيب امال القوات دي او الغواصات الغواصه النوويه الامريكيه والطائرات البي 52 راحت الخليج ليه؟ واحد يقول لي لا ترامب هيضرب عشان خلاص عشان يقعد في الحكم. انا هفترض جدلا معاك، انا بقول في احتمال 1%، انا حتى عشان لان انا لا اعلم، انما هذا كله تحليل ووجهه نظر، لكن هو خلاص دلوقتي يعني انا متاكد 100% ما فيش ضربه لايران، والله اعلم طبعا. لكن لو حصلت ضربه، لو حصل على حسب التحليلات، لو حصل الضربة هتكون الضربة ليست قاضية لإيران، وإنما لتخفيف قوة إيران، للحد من قوة إيران، ضربة منشآت نووية وإلى آخر هذا الكلام. واحد يقول لي طب أنت بتقول دول حليف استراتيجي وإزاي هتضرب لهم المفاعلات النووية؟ طب ماشي هقول لك، لأن أساسا من مصلحة أمريكا، يعني أنت مثلا لما يبقى لك حليف وهو حذاء في قدمك، يعني خدام عندك، عبد عندك،
انت بتقول يمين يمين شمال شمال، وظيفي يعني بينفذ اوامرك زي تركيا وايران كده، وقطر هم بينفذوا اوامر امريكا واسرائيل. لما تحس ان هو هيقوى وممكن يخرج من تحت عباءتك ويستقل بنفسه، انت لا، انت بتحجمه، تبقى اول واحد انت عايز تكسره. خلي بالك، تبقى انت اول واحد عايز تكسره. فامريكا بتحجم من قوه ايران النوويه، لان هي لو امتلكت النووي ممكن امريكا لا تستطيع السيطره عليها. وبدلا من ان ايران كانت تابعه لظروف معينه بعد ذلك، وده طبعا في خيالهم ان احنا نتبع امريكا دلوقتي وبعد كده احنا نستقل بانفسنا عندما نمتلك القنبله النوويه ونبقى قوه قويه جدا في الخليج او في الشرق الاوسط. والا اصلا امريكا واسرائيل هم يستطيعون ان يضربوا ايران من زمان، يعني ما كانوش خلوهم يمتلكوا الصواريخ الباليستيه القويه، ما كانوش خلوهم يمتلكوا كل الاسلحه وترسانه الاسلحه اللي عندهم. فامريكا بقى مش من مصلحتها ان ايران تخرج من عبايتها، مش من مصلحتها ان ايران يعني تبقى قوه كبرى كده، يعني بالمعنى انها طالما امتلكت النووي خلاص امريكا هتهددها، ولا والله انت عندك نووي انا عندي نووي، عندك صواريخ باليستيه عندي صواريخ باليستيه، انا اعمل لك صواريخ عبر القارات، هتضربنا هضربك، زي كوريا الشماليه كده ما نفذت اراديتها على امريكا نفسها وعلى العالم كله. خدت بالك؟ فلو حدثت الضربه ليست تبقى من باب القضاء على ايران، وانما من باب يعني مثلا ارصد ودن لايران او تحجيم وتحديد قوه ايران. ليه؟ علشان من مصلحه امريكا واسرائيل في المنطقه ان يعملوا فيه توازن قوى، يعملوا فيه توازن قوى في الخليج او في منطقه الشرق الاوسط. بالنسبه ايران بتبقى ضد العرب، فيبقى لا يخلوا العرب يعلوا على ايران، ولا عايزين يخلوا العرب يعلوا ايران تعلى عن العرب وتتفوق على العرب. يبقى هنا زي ما بيقولوا التوازن ده يبقى توازن الضعفاء وليس توازن الاقوياء. يعني يبقى يعملوا حاجه اسمها توازن الضعفاء وليس توازن الاقوياء. فلازم القوة تبقى متوازنة. دي مسألة حكاية ضرب أمريكا لإيران واحتمالات الضرب، أو وأنا طبعا ده يعني الآن يعني تأكدت إن مفيش ضربة. كان ممكن ترامب يعملها، لأن ترامب مجنون. ترامب ما عندوش يعني تاجر. خدتوا بالكم إزاي؟ طيب نرجع بقى لاتفاق العلا. اتفاق العلا إيه اللي حصل؟ إن في تخرصات أو في معلومات، ممكن يعني مثلا كوشنر يقول للقيادات العربية إحنا هنضرب إيران. فالمملكة العربية السعودية يعني بفتح الحدود مع قطر، عشان قطر أول دولة ممكن لو قعدت القاعدة الأمريكية اللي في عدين هتضرب منها أمريكا، فتضطر إيران ترد على أمريكا، فهيبقى الضرب فين؟ في قطر. طبعا الشعب القطري ملوش ذنب بما يفعله النظام القطري. فواحد يقول طب ما احنا من مصلحتنا نحاصر قطر خالص ونخلص عليها، لكن بصراحه المملكه العربيه السعوديه عندها اخلاق عاليه، وهي يعني على ما اعتقد واظن والله اعلم يعني، لكن هذا يعني ظني فيهم، انهم يعني يفصلون ما بين الشعب القطري وما بين النظام القطري، وانا كذلك وتقريبا يعني العرب كده الحمد لله رب العالمين. فلو حدث ان في قصف او في تعرض هجمات على قطر، يبقى الشعب القطري له منفذ يخرج منه، وبالتالي لا يضحوا بالشعب القطري من اجل هذا النظام الفاجر الفاسد النظام الخائن العميل. فآثروا مصلحه الشعب نفسه القطري من جراء مثلا عمليه عسكريه ضد ايران. دي ناحيه. حاجه ثانيه، ان هذا الاتفاق كما قلت لك انه بوادئ مبادئ اتفاق. لو ان قطر قدمت اوراق يعني اوراق اعتمادها لانها دوله سوف تنتهي عن غيها وضلالها وتدخل في الشؤون العربيه واثاره الثورات والتحريض على الارهاب ودعم الارهابيين والاخوان ودعم تركيا في ليبيا والى اخر هذا الكلام، كل هذا خلاص هتكون المصالحه الحقيقيه. ومصر لما راحت هناك ومضى سامح شكري وزير الخارجيه المصري، مصر بصفه مراقب تراقب في الفتره اللي جايه دي، مصر تراقب قطر وتشوف هل فعلا قطر هي على قدر المسؤوليه ولا لا. وقامت السعوديه بالترحيب الغير مستحق لتميم، بل الاعلام او بعض الاعلاميين الموالين لقطر اذناب قطر طلعوا يتهكموا ويقولوا شوف يعني الامير محمد بن سلمان بينتظر او بيستقبل تميم ازاي.
وزي ما حضراتكم شفتوا غدا عويس ازاي جابت صوره سمو الامير محمد بن سلمان حفظه الله، وجابت يعني كتبت جنبيه كده ينتظر. طب انت يا غاده يعني انت عايزه ايه؟ يعني عايزه الامير محمد بن سلمان يتف على وش ام اللي جابت تميم بن حمد او تميم بن موزه؟ عايزاه يتف على وش يعني، ولا هي اللي على في رجله واديله اتنين بيها؟ واحد جاي البلد عنده هيعمل له ايه يعني؟ بيستقبله، عصر على نفسه ليمونه غصب يعني غصب عنه، كرم الضيافه كده، بروتوكول، ايه المشكله يعني؟ تمجدي يعني مش عارف. المهم طيب حصل هذا الاستقبال، بل يعني خدوا في السياره يعني كده يفرجوا ويفسحوا، يعني استقبلوا استقبال حلو، المفروض يبقى فيه رد للجميل. انما الناس دي خاينه ما عندهاش رد الجميل، في دم الغدر والخيانه. وانا قلت قبل كده ان قطر او النظام القطري بالتحديد دخل طريق اللا عوده، لا يستطيع ان يرجع، قد احتل من قبل تركيا وايران واسرائيل وامريكا. لكن المساله الاخرى، لماذا الجزيره ما زالت تطعن؟ هذا سؤال، لماذا الجزيره ما زالت تطعن في الدول العربية؟ أنا أقول لكم يعني معلومة قالها لي أخ يعني اتصل علي وقال بحث في هذا الموضوع، وأنا أنقل الكلام عن لسانه. قال أن قناة الجزيرة أصلا هي تابعة للبي بي سي البريطانية، وتابعة للاستخبارات البريطانية، وقال كمان قال لي كمان إن أصلا بي بي سي كانت عايزة تعمل قناة في الخليج، وعرضت على شابين من السعودية ان هم يعملوا القناه دي البي بي سي، بس ما يسموهاش بي بي سي، يسموها باسم غير، لكن تبقى تابعه لوكاله بي بي سي الاخباريه اللي هي في بريطانيا، كان عايزين يعملوها في السعوديه. فالشابان السعوديان ارادا ان هم يعني ياخدوا القناه دي ويديروها. وحسب روايه الاخ اللي هو قال لي ان عرضوا الامر على الملك فهد الله يرحمه. فالملك فهد سأل طيب الإدارة والتحرير يعني سأل عنها يعني هتعمل القناة ديت وإيه وظيفتها وإيه المطلوب يعني؟ فقيل له أو قيل يعني للشابين إن هذه القناة يكون التحرير بتاعها من قبل بي بي سي البريطانية. فرفض وقتها الملك فهد رحمه الله، لأن خلاص يعني طب التحرير من هناك، المحرر من هناك هو اللي يقول كذا وما تقولش كذا، والإدارة تبقى في بريطانيا، يبقى دي المخابرات الأمريكية. فرفضت السعودية عن طريق الشابين اللي هم دول، والملك فهد رفض هذا الموضوع، فانتقلت الى الدوله اللي هي اللقيطه اللي هي مثلا يعني تلقط كل ساقط. فتعملت قناه الجزيره في قطر. ولذلك من هذه الروايه والعهد على الراوي ان تميم بن موزه لا يملك السيطره على الصحافه، حتى على الصحافه القطريه وليس على قناه الجزيره فقط. تميم بن موزة ليس بيده شيء، هو مجرد ديكور فقط، وإنما قد تحكم يعني موزة، طبعا هو مفيش حد يحكم قطري، ولكن يحكم عزم بشارة وغيره من الإسرائيليين أو الموساد الإسرائيلي أو المخابرات البريطانية. وأنا كنت قلت لكم في مؤسسة حقوقية اسمها جراند ليبرتي كانت في بريطانيا، والناس اللي بيشتغلوا فيها إخوان، وهذه ممولة من قطر وهي مخصصة للهجوم على المملكة العربية السعودية. قبل ذلك أنا قلت لكم لما تيجي تجمع كل الحكايات دي وكل الوقائع دي هتتضح لك الصورة أن 13 بند أن تميم قال إحنا هننفذهم، لكن لما نشوف حسن نواياكم يا سعودية ويا مصر ويا إمارات وكذا. فأرادت الدول الأربعة أن هم اللي يقدموا حسن نواياهم، مع أن يعني الدول الأربعة لم يبدأوا بالأسى ولم يبدأوا بالإيذاء لقطر، بل هي قطر التي بدأت. ولكن لكل هذه الاحتمالات، والاحتمالات ضربة أمريكية وإلى آخر هذا، والحرص والحفاظ على الشعب القطري من تقوم الحرب مثلا وهم يبقوا محاصرين، وطبعا يبقى الضحية الشعب القطري. فآثرت المملكة العربية السعودية بأخلاقها الرفيعة، والدول الأربعة بأخلاقهم العالية وحرصهم على الشعب العربي، ايا كان قطري بحريني مخالف او مش مخالف، فالشعوب معروفه لها مكانه غير النظام الخائن هذا. فمن هذا المنطلق وافق، قال طب تعمل خلاص ما فيش مشكله،
طيب انت تقدم اوراق اعتمادك وانت عايز تطمن لنا، خلاص انا خليك تطمن ونثبت لك حسن النوايا. عشان كده ما تمش الاعلان عن ان في 13 شرط هتلتزم بيهم قطر ولا اي شيء. لكن اللي احنا شايفينه اللي على الارض ان قطر حتى الان لم تقدم اوراق اعتمادها لهذه المصالحه، وانا اقولها لكم وهذا يعني وجهه نظري واعتقادي ان هذه قريبا ان هذه المصالحة سوف تفشل، أو مش المصالحة، هذه المبادئ سوف تنتهي إن لم تلتزم قطر بهذه المطالب أو هذه الشروط. وأنا بقول لكم أن قطر منتظرة مجيء بايدن وتشوف إيه جو السياسة، هتشوف إزاي مصر تتعامل مع أمريكا، هتشوف إزاي السعودية تتعامل مع أمريكا، هتشوف إزاي الإمارات هتتعامل مع أمريكا إزاي، وهل يستطيعوا أن هم يعني هي بتعول على أن بايدن هيجي بقى يخلصها وهيضغط على هذه الدول ويعمل لهم قلق وكده. لا يعني انا بقول لها لا، ظنك خطأ، سوف نتصدى لبايدن وغير بايدن ان شاء الله تبارك وتعالى، ونحن كلنا ثقة في قادتنا. لكن هي بتعول على هذه النقطة، وانا اقول لكم ان كل حاجة هتتغير بعد توليد بايدن الرئاسة رسميا بعد 20 يناير الحالي اللي احنا فيه. لكن على كل حال انا دي وجهة نظري، ودي اجابتي عن هذه التساؤلات، ان قطر طالبت الدول كمان قالت لهم انتوا عايزين يعني مننا احنا نبطل اللي احنا بنعمله، طب احنا عايزين نثبت حسن النيه، طب افتحوا لنا الحدود وكده يعني، ففتحوا الحدود واحنا ممكن نتعرض لضربه ممكن، فحدث فيه هذا. لكن للاسف الشديد هذه الخنزيره ما زالت تطعن في هذه الدول وستكون سبب في فشل هذه المبادئ. لكن ما فيش مصالحه، انا قلت ان هذا الاتفاق اتفاق على المصالحه يعني كمقدمات المصالحة. هل قطر تستطيع أن تنجح في هذا الاختبار وتقدم أوراق اعتمادها لكي تكون المصالحة الفعلية بينها وبين الدول الأربعة أم لا؟ وفي المقابل هل تميم بن موسى هل يستطيع السيطرة على قناة الجزيرة أم لا؟ حسب المعلومات اللي جاتنا أو حسب الخبر اللي جاني من الأخ الذي بحث في هذه المسألة وتوصل لهذا، أنا أقول يعني ما اعتقدش اذا كانت قناه الجزيره ليست في يد الحكومه القطريه وهي في يد المخابرات البريطانيه. وفي النهايه عشان الم ده كله، قطر دوله وظيفيه وذهبت الى طريق الا عوده، ولو اراد بالفعل عودته للحضن العربي سيخسر النظام، هذا سيسقط لا محاله، ومش الشعب اللي هيسقطه، لا هتسقطه زي دوله زي تركيا، دوله زي امريكا، دوله زي إسرائيل، وهم خايفين. النظام القطري بيحافظ على الكرسي فقط، لا يعنيه الدول العربية ولا يعنيه الشعب القطري ولا يعنيه أي شيء إلا أن يحافظ على هذا الكرسي الملعون، في حين أن قطر بتحاول دلوقتي تكون وسيط ما بين المملكة العربية السعودية أو الخليج وما بين تركيا. والحديث طويل في هذه المسألة، لكن يا رب أكون وضحت يعني وجهة نظري ووضحت الصورة. فمن يتساءل هذه الأسئلة يقول لماذا لماذا لماذا، لا هو بس انك انت قلت انت ترجع للي انت فيه، وهو قال لي كمان انت اثبت طيب حسن النية وانا مقدما هرجع، طب لو ما رجعتش خلاص هنقطعه تاني. فهي بس حرص على الشعب القطري ربما، وحرص كمان على ان الدول الأربعة بيقدموا حسن النية، وهو يا سيدي احنا فتحنا لك الحدود وتمام التمام، هنشوف انت هتعمل ايه. لكن الواضح ان هو مش هيقدر يعمل حاجه، ولا قطر هتقدر تعمل حاجه. وريت اكون قدرت ان انا اوصل فكرتي، اوصل تصوري عن هذا الاتفاق اللي هو غامض جدا جدا بصراحه، ويعني فيه تساؤلات كثيره جدا جدا. ولو في تساؤلات عند حضراتكم تقدروا تساعدوني بيها، او معلومات او توقعات، يا ريت تكتبوها في التعليقات. ولو عجبك الفيديو وكنت بتتفرج عليه لغاية هذه الدقيقة يعني، ما تنساش تحط لايك حتى يعني تساعدنا في نشر الفيديو. ولو ما كنتش مشترك يعني فضلا ليس أمرا، إذا عجبتك القناة وعجبك المحتوى اتفضل شرفنا بالاشتراك، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.